مشاهدينا أهلا بكم ضمن أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. يتجه أزيد من 30,000 من المستشارين الجماعيين المعلن عن انتخابهم إثر الاقتراع الجماعي اليوم 8 شتنبر 2021 اليوم إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء مجالس العمالة والأقاليم بالمملكة في حلقة جديدة من مسلسل بناء المؤسسات والهيئات المنتخبة ببلادنا. خلال 5 أسابيع متتالية سجل انخفاض نسبي لحالات الوفيات بسبب كورونا، نقص الحالات الوافدة على مصلحة الطب الشرعي بمراكش مؤشر على تراجع ضحايا الجائحة. يشكل تخليد اليوم العالمي لمرض الزهايمر الذي يصادف 21 من شتنبر من كل سنة مناسبة لتحسيس المواطنين بأهمية التشخيص المبكر والمواكبة العلاجية. أهلا بكم من جديد. أعيد اليوم انتخاب السيدة مبركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة لمجلس جهة قلميم ودنون، ونالت السيدة بوعيدة ثقة 28 عضوا، وهو عدد الحاضرين لهذا الاجتماع من بين 39 عضوا يشكلون مجلس جهة قلميم ودنون، والذين يمثلون أقاليم قلميم 14 عضوا وسيدي إفني 10 أعضاء وطنطان 9 أعضاء وأسزاق 6 أعضاء. كما تم خلال جلسة التصويت انتخاب النواب الستة لرئيس المجلس. يتوجه أزيد من 30,000 من الناخبين الكبار المستشارون الجماعيون المعلن عن انتخابهم إثر الاقتراع الجماعي ليوم 8 شتنبر 2021 اليوم إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء مجالس العمالة والأقاليم بالمملكة في حلقة جديدة من مسلسل بناء المؤسسات والهيئات المنتخبة ببلادنا، على أن يجرى انتخاب رؤسائها في الأيام العشرة الموالية لانتخاب الأعضاء وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء المجالس والأقاليم. هي حلقة أخرى في مسلسل بناء المؤسسات والهيئات المنتخبة تؤسس لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي وإفراز نخب جديدة قادرة على تنزيل مضامين التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي وضع المجالس المنتخبة أمام مسؤوليتها في هذا الصدد. ونتحول اللحظة صوب مدينة فاس حيث يتواجد موفد الأولى عبد الحميد جبران. جبران مرحبا، لو تقربنا من آخر ترتيبات انتخاب أعضاء مجالس العمالة والأقاليم وأهمية هذه المحطة الانتخابية. أهلا بك سهام وبكل المشاهدين الكرام، نتواجد الآن بمدينة فاس العاصمة العلمية ونواصل تغطيتنا ومواكبتنا لحظة بلحظة للانتخابات الخاصة بتكوين المجالس الجماعية الإقليمية والجهوية على غرار باقي جهات المملكة. في حدود الساعة الثانية ستنطلق هنا بمدينة فاس انتخابات الخاصة بتكوين مجلس عمالة فاس، حيث سيشارك 167 من المنتخبين الذين فازوا في الانتخابات الجماعية عن إقليم فاس في اختيار رئيس جديد للمجلس عمالة فاس، وهي استحقاقات مهمة جدا تأتي في سياق يتجه المغرب لتكريس الجهوية المتقدمة وتنزيل النموذج التنموي الجديد. وهنا بمدينة فاس بطبيعة الحال يتنافس في هذه الانتخابات لائحتان، اللائحة الأولى لحزب التجمع الوطني للأحرار في شخص جواد الفايق، فيما اللائحة الثانية في شخص فاطمة الفلالي، وهي لائحة مشتركة لكل من حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة. كل الاستعدادات تم الانتهاء منها، وفي حدود الساعة الثانية كما قلت ستنطلق هذه الانتخابات. وللحديث أكثر عن الانتخابات الخاصة بتشكيل مجالس العمالات والأقاليم هنا في المملكة نستضيف السيد محمد العيساوي، وهو أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أهلا بك أستاذ. إذن المملكة اليوم
فهي في هذه الأيام تعيش المدن مختلف مدن المملكة على واقع انتخاب مجالس العمالات والأقاليم. هل تقربنا أستاذ من أهمية هذه الاستحقاقات الخاصة بتكوين هذه المجالس الخاصة بالعمالات والأقاليم وكيفية التصويت في هذه الانتخابات؟ طبعا هذه الانتخابات التي تجرى اليوم ابتداء من الساعة الثانية إلى غاية الساعة السادسة مساء هي لبنة من لبنات أيضا الديمقراطية على المستوى الترابي، بحيث نتحدث عن مستوى أيضا مستوى ثالث، بحيث هناك انتخابات للجهات وثم أيضا انتخابات للجماعات الترابية الأخرى القاعدية. هذا المستوى هو أيضا مستوى مهم وحيوي، نتحدث عن مستوى وسيط بين الجماعات الترابية القاعدية وأيضا بين مستوى آخر أكثر من ناحية الترابية يتعلق الأمر بالجهات. وهذه العملية تأتي لاستكمال المسار الذي ابتدأ منذ 8 شتنبر الماضي، وبالتالي هذه الانتخابات هي انتخابات غير مباشرة. نذكر هنا بأن انتخابات تتم بطريقة غير مباشرة وليس بالتصويت المباشر للمواطنين، بحيث أن الهيئة الناخبة التي حازت عن ثقة الناخبين بشكل مباشر في مجالس الجماعات الترابية هي ذاتها التي ستشكل الجسم الانتخابي الذي سيفرز لنا هذه المجالس، مجالس العمالات والأقاليم التي تتشكل من 65 مجلس عمالة وإقليم. وطريقة الانتخاب تتم عن طريق الانتخاب الغير المباشر على أساس وبالتمثيل وبالاقتراع اللائح النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. نعم أستاذ، الآن نسبة كبيرة من المواطنين يتساءلون عن الأدوار المنوطة بهذه المجالس، يعني مجالس الأقاليم والعمالات كما هو معلوم، فمثلا مجالس الجماعات فهي تتكلف بالأمور المتعلقة بالخدمات، خدمات القرب بالنسبة للمواطنين، النظافة إلى غير ذلك، فما هي المهام المنوطة بمجالس العمالات والأقاليم بالمملكة؟ طبعا مجالس العمالات والأقاليم بقوة الدستور وبلغة الدستور هي أيضا جماعة ترابية منتخبة انسجاما مع الباب التاسع من الدستور 2011، وبالتالي لديها اختصاصات كذلك، اختصاصات كسائر الجماعات الترابية الأخرى التي تم انتخابها بطريقة مباشرة، وبالتالي لديها أهمية قصوى وحدد لها المشرع المغربي سواء في خاصة في القانون التنظيمي المؤطر لأدوارها اختصاصات ذاتية واختصاصات يمكن نقلها وأيضا اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة. وخاصة نتحدث هنا ويحضرني خاصة الاختصاصات ذات البعد الاجتماعي، وللإشارة هنا الآن نتحدث عن ورش الحماية الاجتماعية، ونتحدث لهذه الاختصاصات أهمية قصوى، لديها علاقة وطيدة بهموم وتطلعات المواطنين، وخاصة هذه الاختصاصات أدرجها المشرع في المكون في الاختصاصات الذاتية في المجال الصحي، في المجال التعليمي التربوي، في مجال دعم التعاونيات خاصة في العالم القروي، وبالتالي أهميتها قصوى وأهميتها لديها أهمية قصوى. وبالتالي المسؤولية الآن على هذه المجالس وعلى أيضا الجسم الانتخابي الذي سيصوت اليوم عليه مسؤولية كبيرة في أن يفرز لنا وأن ينتج لنا مجالس منتخبة تليق بهذه المهام الجسيمة. نعم أستاذ العيساوي، شكرا لكم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة هنا من مدينة فاس. إذن مدينة فاس على غرار باقي المدن ستتعرف بعد في الساعات القادمة على الرئيس الجديد لمجلس العمالة، بعدما تعرفت المدينة على عمدتها الجديد يوم أمس في شخص عبد السلام البقالي الذي انتخب عمدة للمدينة في انتظار التعرف على رئيس مجلس العمالة، ثم غدا الرئيس الجديد لمجلس الجهة. عودة إليك سهام وتتمت أخبار الظهيرة. إذن الزميل عبد الحميد جبران، شكرا على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من مدينة فاس. في الخبر الصحي وفي رصدها للحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إلى حدود يوم أمس 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3335 حالة شفاء و 48 حالة وفاة.
أما فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الأولى 21 مليون و 221 ألف و 268 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و 590 ألف و 697 شخصا. خلال 5 أسابيع متتالية سجل تراجع في نسبة حالات الإصابة المرتبطة بكوفيد-19، كما سجل انخفاض نسبي لحالات الوفيات. نقص الحالات الوافدة على مصلحة الطب الشرعي بمراكش مؤشر على تراجع ضحايا جائحة كورونا. روبورتاج سمية بالعياشي وحسن مسكور. منذ بداية شهر شتنبر انخفض عدد الجثث المحالة على المصلحة ليبلغ جثة واحدة إلى 2 في اليوم، أرقام كانت تصل خلال مرحلة ذروة الوباء 10 جثث يوميا. بالفعل كان هناك منحنى تصاعدي في عدد الوفيات، إلا أنه لاحظنا ابتداء من شهر شتنبر انخفاض ملموس في حالات وفيات الكوفيد-19. تقلص أعداد الوفيات ساهم في تخفيف الضغط على العاملين بالمصلحة الذين يعتبر تدبير الجثث تحدياً كبيراً بالنسبة لهم بسبب إجراءاته الطبية والإدارية المعقدة. الوفيات كانت كثيرة وكان عندنا ضغط على المصلحة، دابا الوفيات في تراجع وفي تقلص الحمد لله، ولينا تنخدموا في ظروف أحسن. مرحلة هامة إذن بلغتها بلادنا في معركتها للسيطرة على الفيروس، معركة يعتبر السلاح الأقوى فيها عملية التلقيح الناجحة. ولمزيد من التوضيحات ينضم إلينا مباشرة السيد عبد الله دامي رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. سيدي مرحبا، ما هي قراءتكم للوضعية الوبائية الراهنة بالجهة من خلال عملكم بمصلحة الطب الشرعي؟ شكرا على الاستضافة. في الحقيقة منذ بداية الجائحة ومصلحة الطب الشرعي بمستشفى الجامعي محمد السادس تتبع انكتب يعني المراحل الوبائية بكل تطوراتها، يعني منذ البداية وكيف كان عارفوا أنه كان هناك ارتفاع مهول خلال شهر نوفمبر الماضي 2020، وعرفت هذا الارتفاع كذلك في شهر غشت. هذا الارتفاع ديال الحالات المؤكدة كيصاحبوا كيف كتعرفوا أنه على بعد أسابيع من هذا التأكيد هذه الحالات كيصاحبوا ارتفاع ديال حالات الوفيات، وبالتالي فمن بعد يعني الذروة اللي لاحظناها خلال شهر غشت الماضي لاحظنا أن كان هناك ارتفاع ديال عدد الوفيات الواردة على المصلحة، وهذا الشيء مرتبط بالعدد ديال الوفيات الواردة كذلك اللي كتكون في أقسام الإنعاش، وباعتبار أنه المستشفى الجامعي محمد السادس هو يعني كيضم وحدات الإنعاش ومستشفى ميداني اللي كتحل عليه مجموعة ديال الحالات الحرجة. من بعد هذا الدروة كنلاحظوا خلال الأسابيع الماضية هناك انخفاض في الأعداد ديال الوفيات، هذا الانخفاض هو انخفاض جد ملحوظ، وبحيث أنه المصلحة في بعض الأيام لا تستقبل أي حالة من حالات الوفيات المرتبطة بكوفيد. طيب سيدي، ما مدى مساهمة عملية التلقيح في انخفاض أعداد الوفيات؟ سؤال مهم اللي كنعرفوا انه بلادنا منذ فبراير الماضي دارت مجهودات كبيره في مجال التلقيح، وهذا الشيء بفضل الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله، بحيث انه لاحظنا انه منذ يعني التطور ديال العمليه ديال التلقيح كنلاحظوا انه كان هناك تطور في المنحنى ديال 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 الانخفاض ديال الوفيات. لابد من التذكير بانه حسب الدراسات العالميه فهناك تقريبا 95% ديال الحالات ديال الوفيات مؤخرا هي مرتبطه بالناس اللي ما تلقاوش التلقيح، هذه مؤشرات اللي هي عالميه. في المغرب نقدروا
نقدروا نقولوا انه تقريبا واحد اكثر من 90% ديال حالات الوفيات هي لاشخاص اللي ما تلقاوش التلقيح، وبالتالي فالعمليه ديال التلقيح ساهمت بشكل فعال وبشكل مباشر في انخفاض نسبه الوفيات، بحيث انه لاحظنا مؤخرا انه الطلب على اقسام الانعاش هو لاشخاص غالبا غير ملقحين، وهاد الاشخاص كذلك هما اشخاص غالبا ما انهم يعني تعطلوا في العمليه ديال العلاج، وبالتالي فهادو هما لي بروفيل اللي كنشوفوهم بالنسبه للحالات ديال الوفيات. فالعمليه ديال التلقيح كان لها يعني الصدى الكبير، وكان يعني كان عندها تاثير كبير في انخفاض نسبه الوفيات، بحيث انه بلادنا الى لاحظنا المقارنه سواء على الصعيد الافريقي او الصعيد العالمي كنلقاوها انه في مراتب جد متقدمه بالنسبه للاعداد ديال الوفيات المرتبطه بكوفيد. إذن السيد عبد الله دامي، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، شكرا على كل هذه التوضيحات. يشكل تخليد اليوم العالمي لمرض الزهايمر الذي يصادف 21 شتنبر من كل سنة مناسبة لتحسيس المواطنين بأحد أكثر أشكال خرف الشيخوخة انتشارا، مع زيادة الوعي بأهمية التشخيص المبكر والمواكبة العلاجية ومساعدة المحيط الأسري للتكفل بالمريض. سعيد الإدريسي وعبد الرحمن زيان. قلق باستمرار، أرق إلى جانب اضطراب في الذاكرة، كلها أعراض بدأت تظهر مؤخرا في سلوك وحياة السيدة أم سعاد. ولتشخيص الحالة كان لابد من زيارة الطبيب المختص هنا بمصلحة أمراض الجهاز العصبي والعضلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد. الأعراض اللي ولات عندها هي كتعقلش، كتحط الحاجة وكتنسى عليها، مثلا الا صلات كتعاود تذكر واش صلات واش ما صلاتش، كتقولك الهضره وكتعاود تقولها، كتجي تكون جايه مثلا في الطريق تزنع على هذه البلاصه، دابا كتقول واش هادي تزنع فيها، واش هنا شافنا الطبيب، كيتعاملوا معها عادي، غير هي شويه القلق التوتر، يعني الانسان ما كياخذش على حساب العقل ديالها كما تيقول، ما عقلاتش يقولها نساعدوك، اللي سولاتو كيقولها انت ما عقلتي سيري تقلتي سيري. ويعد مرض الزهايمر من الأمراض التي تصيب الدماغ وتدمر خلايا المخ، مما يؤدي إلى اختلالات في الذاكرة والتفكير والسلوك. مرض يتطور عبر مراحل ولا تعرف أسبابه. الفحوصات الدقيقة والتشخيص المبكر قد يكون الوسيلة الأنجع لتجنب مضاعفته على حياة المريض. ملي يبان لنا التشخيص ديال المرض ديال الزهايمر، خصنا نعلموا العائله ونقولها للمريض الا كان متقبل، بيان سور ما غاديش نقولوها له في التدويزه الاولى الثانيه الثالثه، يعني خصنا نجيو بالتدريج باش ما نصدموش. العائله خصها تعرف انه مرض مزمن ما كاينش عنده علاج، العلاج ما كيتوقفش بعد ديك الساعه، يعني ماشي اكثر يد الوقت كنعطيو للمريض العائله فوالا الدواء غتاخذو ايتيغا، تيجي من بعد شهر شهرين تيقول لك صافي حبسو كنتسنى شنو غتقول لي. لا، هذا مرض مزمن، ملي كنبداو العلاج كنبداو به على طول. خصنا نتعايشوا، خص المريض يتعايش مع المرض ديالو، خصو يعرف بانه عنده واحد الحد والعائله تعرف بانه عندها الحد. التعايش مع المرض والتكيف مع الوضع الصحي للمصاب بمرض الزهايمر، خصوصا المرتبط بالوسط الأسري، يشكل جزءا مهما من الخطة العلاجية في انتظار الوصول إلى علاج نهائي لهذا النوع من المرض الدماغي. ولمزيد من التوضيحات تنضم إلينا مباشرة من الرباط السيدة خديجة الأزموري، طبيبة اختصاصية في أمراض الجهاز العصبي ونائبة رئيس جمعية مغرب الزهايمر. سيدتي مرحبا، ما هي وضعية الإصابة بمرض الزهايمر ببلادنا، وما هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة؟ بالنسبة للعدد ديال المرضى، يعتبر أنه كاين حاليا تقريبا 200 ألف حالة ديال مرض الزهايمر في المغرب. كاين 50 مليون حالة في العالم، وهذا العدد مع الأسف ماشي وتيكثر. هو بحال كيف قلتوا من قبل مرض عضوي ديال الدماغ، اللي من جهة فيه دمار ديال الدماغ لانه تيكون تراكم ديال واحد البروتينات غير عاديه
في الخلايا ديال الدماغ، وفي نفس الوقت تيكون نقص في واحد المادة أساسية اللي هي الأسيتيلكولين، وهاد العوامل بجوج هما اللي تيأديو للخرف الأعراض ديال المرض الزهايمر. طيب دكتورة، ما هي أعراض هذا المرض وأهمية التشخيص المبكر، وهل هناك من علاج؟ بالنسبة للأعراض المرض الزهايمر تيبدا بالنسيان، بحال كيف قالت السيدة قبيلة، النسيان ديال في الأول المسائل البسيطة، الذاكرة ديال الأشياء اللي هي قريبة، وتدريجيا تيكثر هذاك النسيان بحيث الإنسان تيولي عنده مشاكل أخرى، تينسى مثلا الحركات، تينسى كيفاش يلبس حوايجو، تينسى الذاكرة ديال الطريق، ديال الوقت، ديال الوجه ديال الناس. وهذا التطور ديال المرض مع المدة تيؤدي لفقدان الاستقلالية. الأعراض الجسدية تتكون في مراحل أخيرة ديال المرض، في الأول تيكون المريض تيتمشى عادي، تيقدر كذلك ينسى الكلمات، ما يعرفش كيفاش يهدر. ومع هذا النسيان تتكون اضطرابات تصرفية اللي هي من المسائل اللي تقلق المريض واللي تتعذب بزاف في العائلة. بالنسبة للأدوية، الأدوية عندها فعالية بالأخص في الأول ديال المرض، وداك الشيء علاش تيبقى بأنه التشخيص المبكر ديال المرض تيبقى أساسي. وهذا هو المشكل الكبير في العلاج ديال مرض الزهايمر، هو أنه كاين بزاف ديال الحالات اللي يا إما ما تيتشخصوش نهائيا، ماشي غير عندنا حنا، مثلا في بلدان بحال فرنسا تيعتبروا أن 50% ديال الناس اللي مصابين بمرض الزهايمر ما معروفينش، ما مشاوش عند الطبيب او لا ما تشخصش المرض ديالهم. دونك تنلحوا على التشخيص المبكر، وتنلحوا على انه الانسان المسن العادي ما تنساش. طيب يعني دكتورة، ماشي عادي. طيب دكتورة، ما هو دور المحيط الاسري في دعم ومواكبة المصابين؟ هو دور مهم كثير، لان بالاخص عندنا حنا اللي ما عندناش من غير الاسره باش نتكلفوا على المريض. الناس خصهم يعاملوا المريض باحترام بحنان، يبقاو تيقدروه كانسان عادي اللي يستحق التقدير والاحترام. وفي نفس الوقت خصنا نعرفوا بان الانسان اللي تيتكلف بمرض الزهايمر تيحمل واحد العبء كثير، لانه تقريبا خصو 5 ديال السوايع في النهار باش يقابل المريض ديالو بعد نوبات كثر، وما كاينش بزاف ديال الدعم. دونك الدعم للمريض مهم بزاف، وسط طبيعة الحال الأسرة إلا كانت متوازنة، إلا كانت ما فيهاش مشاكل بزاف تيكون هذا أحسن بالنسبة للمريض. ولكن المساعد الرئيسي ديال المريض تيعاني من واحد العيب كبير، وهو براسه خصو الدعم من أفراد ديال الأسرة ديالو، وبعد نوبات من مثلا نفساني أو من جمعية أو هذا، لأنهم الناس تيكونوا مؤلمين بزاف وفي الأغلبية بوحدهم في وسط هذه المشكلة الكبيرة اللي كاينة. إذا السيدة خديجة الأزموري، طبيبة اختصاصية في أمراض الجهاز العصبي ونائبة رئيس جمعية مغرب زهايمر، شكرا على كل هذه المعطيات.
في الخبر الدولي، أكدت الحكومة السودانية اليوم إحباط محاولة انقلاب نفذتها مجموعة من الضباط من فلول النظام البائد، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مشيرة إلى توقيف منفذيها والسيطرة على الوضع. وقال وزير الإعلام والثقافة المتحدث باسم الحكومة السودانية في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة وأنه تم القبض على قادة محاولة الانقلاب. في لبنان، منح مجلس النواب اللبناني بالأمس ثقته للحكومة الجديدة التي يرأسها نجيب ميقاتي، والتي تشكلت بعد فراغ استمر 13 شهرا وتقع على عاتقها مهمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد الذي استنزف احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها ووضع 75% من اللبنانيين تحت خط الفقر. واصل بركان كومبري فييخا في جزيرة لابالاما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي إلقاء حممه باتجاه الساحل، مدمرة في طريقها نحو 100 منزل. ومنذ بداية ثوران البركان تم إجلاء 5000 شخص. في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال وإلى غاية 10 ليلا نزول أمطار رعدية محليا قوية، ستتراوح مقاييسها ما بين 20 و30 ملم، وستشمل أقاليم فيجيج، جرادة، جرسيف، توريرت، تازا، بولمان، إفران، الحاجب، خنيفرة، ميدلت، صفرو، تونات. كما تتوقع أن تشهد أقاليم الحسيمة، بركان، شفشاون، دريوش، نادور، وجد أنقاد وتطوان اليوم من الساعة 6 مساء وإلى غاية 3 بعد الزوال من يوم غد الأربعاء أمطار رعدية مقاييسها ستتراوح ما بين 30 و50 ملم. هذه الأمطار ستكون مصحوبة بهبات رياح وتساقط البرد. مشاهدينا، نهاية أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. يتوجه أزيد من 30,000 من المستشارين الجماعيين المعلن عن انتخابهم إثر الاقتراع الجماعي اليوم 8 شتنبر 2021 اليوم إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم بالمملكة في حلقة جديدة من مسلسل بناء المؤسسات والهيئات المنتخبة ببلادنا. خلال 5 أسابيع متتالية سجل انخفاض نسبي لحالات الوفيات بسبب كورونا، نقص الحالات الوافدة على مصلحة الطب الشرعي بمراكش مؤشر على تراجع ضحايا الجائحة. يشكل تخليد اليوم العالمي لمرض الزهايمر الذي يصادف 21 شتنبر من كل سنة مناسبة لتحسيس المواطنين بأهمية التشخيص المبكر والمواكبة العلاجية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.